شيخنا أبو هادي من السعودية يقول لديه قطيع من الأغنام ومعها أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين الكرام كلب، هذا الكلب ربما تسقط فضلاته كما يقول في حوض الماء الذي تشرب منه الأغنام، فهل يؤثر ذلك على حل لحوم هذه الأغنام وكذلك ألبانها؟ سؤر الكلب نجس، سؤر الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وجاء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، أو وفي رواية إحداهن بالتراب، على خلاف بين أهل العلم في مسألة منزلة التراب في الأول أو في الأخير سبعا أو ثمانا. وإذا تقرر من هذه الأحاديث بأن سؤره نجس فلا يجوز أكل النجاسة ولا شرب النجاسة، وإن كان هذا الأمر يسيرا والغنم كثيرة فلا تأثير له عليه. وفيما مضى لجهله نقول عفى الله عما سلف، وينتبه للمستقبل ويحذر من هذا. نعم.